الله، هيدا اسمه بوفا 6. هيدا قمة التليفونات الجيمنج. هيدا تليفون الفري فاير والبوبجي، تفتح من التسعين للمية وعشرين انت وقوتك، يعني بتعمل ابديت وبتتابعه، بتحط ستيكرز وين ما بدك مشان تضلك حافظه، وحتى كارت الفري فاير موجود بقلبه، حتى الكفر موجود بقلبه، حتى شارج السبعين وات موجود بقلبه، اكيد بيجي بقلبه كابل وبيجي بقلبه سماعة. ما خلصنا، بطاريته 6000، يعني بتلعب عليها جيم وبترتاح. 70 وات شارجو خلال 32 دقيقة و20 ثانية بيكون مفول. هو عم بفول بيصير يقول لك قد ايه بيطلع، انت ما بتلحق تعد وهو عم بفول. شو هو هيدا؟ البوفا 6. هيدا التليفون اللي بيجي هايلو جي 99 التيميت. هيدا التليفون اللي بيجي دبل سبيكر. هيدا التليفون اللي بيجي 108 ميجا بيكسل والسيلفي 32. هيدا التليفون اللي بيجي اومولاد 120 هرتز. هيدا التليفون اللي قد ما نحكي عنه ما حنخلص، لانه مميزاته كثيره. كفاله سنه، كفاله 13 شهر، كفاله 12 شهر زائد شهر، كفاله 120 يوم على الشاشه، ما بتنكسر الشاشه لو وقع التليفون. اكيد مثل ما قلنا كل شيء معه وانكلودد، بس تيجي تاخده بيطلع لك بروتكشن فري. خلصنا وما بقى عندنا شيء نقلكم اياه لانه شرحته كثير طويله. شو بيجي معه وقد ايه حقه؟ اول شيء بيجي 16 جيجا 256. ثاني شيء بيجي مكنه المساج، من بعد ما تلعب لك دق الجيم بيتعب ظهرك او جسمك او ايديك بتعمل مساج. انيت ستار كول، بتحلق دقنك وبتقعد على الجيمنج، بتحط فلاش فلاش للتليفون وبتصور سيلفي لما بتاخد انت الجيمات تربح. سماعة التكنو، باور بانك، هولدر للسيارة. هيدا الباكج كله بس ب 210 دولار، وبلا الباكج ب 190. وروح يا كبير، روح.